Hi, 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 hi. How are you? I've never been here before. اليوم طال عمرك عندنا تمرين. تمرين على الروبوت الجراحي. طبعا هذا الكونسول او الريموت كنترول. الريموت كنترول مال الاتاري هالكبرى، الريموت كنترول مال الروبوت هالكبرى. راح نتعلم عليه كيفية استعمال الروبوت، شلون تحرك الايد، شلون تسوي الاشياء هذه، على اساس انه ما تقدر تتدرب على المريض، فلا بد ان انت تكون متدرب خالص قبل لا تنتقل الى لايف بيشنت. فهذا اللي راح نسويه ان شاء الله. جزء من التدريب يكون هني، جزء من التدريب راح يكون برا بالخارج، وان شاء الله بعدين في النهايه راح نطلب من اطباء زائرين يجون وهم يسوون الحالات واحنا نساعدهم بالكويت ان شاء الله. الى الان مسوين اكثر من 150 حاله بالروبوت الجراحي في مركز الشيخ صباح الاحمد للكلى. فتخيل من حالة كل شهر إلى حالة كل أسبوع إلى 4 حالات كل أسبوع، وإن شاء الله أتوقع العدد راح يكون في زياد. الله يوفقهم إن شاء الله. ها نبدي؟ نعم توكل على الله. غرفة العمليات هذه جميلة. شوف هذا كلادينج. كلادينج الماتيريال مالته يسمونها نون بورس. يعني شنو؟ يعني ما فيها فراغات. ليش ما فيها فراغات؟ لأن ما يبون البكتيريا تقعد بالفراغات هذه وتتكاثر. الكثير من الناس تعتقد أن غرفة العمليات معقمة، وهذا الكلام خاطئ. ليش الكلام خاطئ؟ جلدي هذا، الشعر اللي عليه مو معقم. لو انا الحين اكح الرذاذ اللي يطلع مو معقم، حتى لو انت ماسك ماسك في فراغات على اساس تتنفس منها. فاحنا نحاول شو نسوي؟ نحاول ان نبقي غرفه العمليات نظيفه. هذا اللبس غير معقم ولكنه شنو؟ نظيف. السيرفيسز، الارض، الطوفه، كل هذه المواد نظيفه وليست معقمة. شنو الأشياء اللي احنا نقدر نسويها على أساس أن نبقي غرفة العمليات بأنظف ما تكون؟ إن قلت لك نحاول نقلل عدد البكتيريا الموجود. الهواء أيضا مو معقم، فيه فلاتر لتنظيف الهواء ولكن ما فيه فلاتر لتعقيم الهواء. شنو نسوي بدرجة حرارة الهواء؟ نخلي درجة الحرارة أقل، فنخليها تقريبا 18. أنا ميت من البرد. عندنا بالصدري شوفني ليتاتنا generates heat، فانت كأنك قاعد بمطعم حاطين فوقك اللمبه والظل تعرق، فتحتاج ان تخلي غرفه العمليات بعد ابرد، لان الجراح وفريق او الفريق الجراحي كله راح يموت من الحر. هذه النوعيه من الليتات نوعيه جديده ما تعطي حراره وايد، فبالتالي ما تحتاج ان انت تنزل غرفه العمليات وايد. الشيء الوحيد اللي يكون معقم هو لبس الجراح هذا اللي نلبسه الأزرق، والأشياء اللي نحطها على المريض حوالين الجرح. حتى المريض نفسه بالرغم ان احنا ننظف المريض نخليه يتغسل بمعقم 3 مرات ونصبغه بالبتادين او الايودين او الكحول 2 مرات قبل العملية، هذا ايضا
ما يضمن ان المريض يكون معقم. ليش؟ لان حتى لو نعقم السطح اذا تفرك اليلد حيل تطلع بكتيريا من داخل الجلد. ففكرة ان غرفة العمليات معقمة فكرة خاطئة تماما. كيفك انت؟ شقينا شقة ميثن صدق؟ والله يا معود ظهري قام يعورني لعب يا هال كنا فيديو جيم ها؟ حق الجراح هناك راحة أكثر، بس أنت في النهاية ما تبي راحة الجراح، تبي راحة المريض، تبي تسوي له فتحة أصغر، تبي تسوي له ريكفري أسرع. بس عموما كل هذا قاعد ياخذ وقت أكثر، راح ياخذ وقت أكثر صحيح. بالأوبن تقدر تسوي عمليتين، بهذه تلقى غرفة العمليات تستعملونها لإجراء عملية واحدة فقط. ففي بعض الدول في ألمانيا مثلا لغوا الروبوت تماما لأنه قاعد يكلف فلوس وايد، فشالوه ماكو روبوت. بأمريكا الفلوس يعني شوية مو هي الإشيو، فما زالوا شغالين. تبي تصير ألماني ولا أمريكي؟ أنا مع الألمان صراحة، بهذه مع الألمان. إيه مو أنا قاعد أقول لك، يعني الحين مثلا عندك مريض واحد فيه سرطان، تعطيه كيماوي بمليون دولار تنقذ هذا الشخص الواحد. السؤال الآخر، عندك مليون مريض فيهم خلينا نقول التهاب اللوز، وممكن إن بعدين الالتهاب هذا ينتقل إلى القلب ويسوي لهم حمى روماتيزمية. كورس الأنتيبيوتيك يكلف دولار واحد، المليون دولار هذه ما عندك غيرها، تعطيها حق مريض واحد عنده سرطان تعطيه كيماوي، ولا تعطيها حق مليون طفل كل طفل تعطيه دولار وتنقذه من حمى روماتيزمية ممكن إن تدمر حياته بالمستقبل. إيش رأيك؟ ما أدري.